بان جميل واحسن حاجه فيه ان كل الناس متجمعه من المجتمع القانوني في مجالات مختلفه وبنقابل طلاب حقوق وعندهم الفرصه ان هم يقابلوا ناس من المجتمع القانوني زي ما قلت في مختلف المجالات ودي حاجه مهمه طبعا. تمام، حضرتك شايف الايفنت اللي زي دي ممكن تفيد ازاي في المجتمع القانوني؟ هي ليها فايده كبيره. مبدئيا مبدا النتوركينج نفسه، ان بنفرق دلوقتي بين موضوع الدراسه، طلبه حقوق نفسهم بيبقوا بيقابلوا اساتذه بس وبيقروا الكتب بس مش عارفين عمليا الدنيا ماشيه ازاي، ايه المجالات اللي ممكن نشتغل فيها عمليا، بنطبق اللي احنا اتعلمناه ده ازاي. فدي فرصه كويسه قوي ان الطلاب نفسهم او المحامين الصغيرين يفهموا المبدأ العملي بتاع تطبيق القانون نفسه وإيه المجالات المختلفة اللي إحنا بنتكلم فيها. إيه اللي ممكن يعمله الطالب عشان يقدر يواكب سوق العمل؟ أهم حاجة يعني كنت بقولها كنصيحة لأي حد بيسألني في موضوع مشابه للموضوع ده، إن ما تربطش نفسك بالجامعة بس أو بالمبادئ الأكاديمية بس. أهم حاجة الواحد يبقى نشيط، يبقى أكتف، يحاول يخش في نشاطات طلابية، يحاول يعلم نفسه بنفسه في مختلف المجالات. إحنا يعني كمبدأ أكاديمي في limitations معينة خلاص، فإحنا بنحاول في سوق العمل إن إحنا أو في إيفنت زي دي إن إحنا نفتح مخ الطالب على ايه موجود بره عمليا يعني. ففكره ان هو يبقى في كورسز بتتكلم عن القانون نفسه عمليا يعني الدنيا ماشيه ازاي، دي بتبقى حاجه كويسه جدا. فكره واحد يحضر ايفنتس زي دي ممكن يقابل فيها محامين في مجالات مختلفه بيقدموا له الطابع العملي بتاع اللي هو بيدرسه، فدي طبعا بتساعد في ان هو يشكل مزايا هتبقى مهمه بالنسبه له لما يبتدي كمحامي عمليا يعني طبعا. طيب كنت عايز اعرف وجهه نظر حضرتك ان احنا ممكن نضيف ماده قانون في المدرسه يعني ثانويه عامه، ان هي ممكن تفيدهم في ان هم يبقوا عارفين ايه قانون وان هم يقدروا يختاروا كليه حقوق من دراستهم في المدرسه. طبعا دي فكره كويسه، مش لازم الماده نفسها تبقى ماده قانون بس يبقى في توعيه مبدئيا في الثانويه عامه عامه يعني، عشان للاسف دي حاجه مشكله عندنا. احنا الناس بتخش يا اما علمي يا اما علمي رياضه يا اما ادبي وخلاص، مش فارقه بعد كده ايه المجال الواحد حاسس ان هو حابه ويبقى فاهم اللي انا هدرسه ده هيبقى عامل ازاي. فيبقى في مثلا نتكلم في ثالثه ثانوي او ثانيه ثانوي يبقى في ايفنت مثلا يوم بحاله ناس من مختلف المجالات تبقى موجوده فاهم الناس عمليا المهنه دي عامله ازاي. تمام، ومن ضمنها تبقى طبعا مهنه المحامي او مهنه وكيل النيابه او مهنه القاضي، كل المجالات المختلفه اللي تطلع من حقوق، ما تبقاش حقوق بس، تبقى في كل المجالات عشان الطلاب نفسهم يبقوا فاهمين اللي انا هدرسه ده هيتطبق ازاي، المهنه اللي انا هختارها دي بيزد على المجال الاكاديمي اللي انا هختاره بعد المدرسه هتبقى عامله ازاي. دي حاجه مهمه جدا، توعيه. ايه اللي تضيفه لاتيفي عشان تبقى احسن وان هي تقدر توفر كل المعلومات للمجتمع من الناحيه القانونيه؟ تقريبا دلوقتي الجنريشنز الموجوده دلوقتي كله بيبقى على السوشيال ميديا وكله بيتفرج على التلفزيون، يبقى في مثلا محاضرات اونلاين مثلا او محاضرات ثرو لو تي في على مشاكل قانونيه معينه او مواضيع قانونيه مهمه للمجتمع عامه يعني، او في موضوع مثلا حيوي دلوقتي اليومين دول ممكن نبص عليه من ناحيه قانونيه عشان ده هيشد الفيور كالمشاهد نفسه او طالب الحقوق او اي حد، مش لازم طالب حقوق، كل حد لازم يفهم المبدا القانوني اللي ورا اي موضوع بنتكلم فيه.